درسنا لليوم كيف نصمم الكالندر، نزلت بوست من فترة وكتير إجاني طلبات إنه بدهم الـ SVG فايل تبع الملف، فقررت إني أصممها وأعمل درس مباشر فيها إنه كيف نصممها from zero. أغلبكم شفتوا البوست، لبل أنا شيرت الفايل اللي بحب يستخدمه، واللي بحب يتعلم كيف نصممه من الصفر اليوم المحاضرة كاملة عنه. زين، بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبلش. بداية راح أخذ 3 سيركلز، 3 دوائر مع بعض. راح أختار أول دائرة، راح تكون 20 سنتي. راح أعمل دوبليكيت وغيرها ل15 سنتي، طبعا أنا عم استخدم السنتيمتر. راح أعمل دوبليكيت وغيرها ل10 سنتي، هاي الطريقة. بعدين راح أعمل select all and align center. هيك صاروا الـ3 عندي فوق بعض exactly. هلا راح استخدم الأوفسيت، راح اكبس على أول دائرة من فوق، بنروح على الأوفسيت هون، راح زيدها +1. نفس الشي راح أعمل للسيركل الثانية، نفس الشي راح أعمل للسيركل الثالثة. السيركل الأخيرة راح تضيف عليها أوفسيت -1.5 بهاي الطريقة لحتى أوصل للأشكال اللي لونها أسود. هلأ بدي أفصلهم عن بعض، بدي أعمل سلايس، يعني راح أنزل لتحت. كيف راح أعمل سلايس وأفصل الجزء الأسود عن الجزء اللي لونه رمادي؟ راح أنزل لتحت وبلش من تحت لفوق، راح أكبس أول 2 بهاي الطريقة وسلايس، بعدين برجع بنزل لتحت ما بطلع النتيجة، وكمان سلايس، بعدين حرجع انزل لتحت آخر 2 وسلايس، وكمان راح ارجع انزل لتحت آخر 2 اند سلايس. وهلا بدي الغي كل الاجزاء اللي انا ما بدي اياها، هاي ديليت. بهذا الشكل، وراح اعمل select all and ولد. اوكي، لحديت هون كل شيء تمام. عم بحاول بطئ بالشرح، اغلبكم بيقول لي شرحك سريع. اذا هلا كيف بدي اجيب سيركلز بالنص بيناتهم اكزاكتلي؟ رح روح على شيبس وارجع اعمل دائرة 20 سنتي، رح اعمل select all and align center. اوكي، بس هعمل سلايس. هلا بالنسبة للنتيجة هون، الأصل الشكل اللي أنا عملت منه سلايس رح رجعه ولد، ما رح امشي فوق اللايرز عشان رح اشرح بالتفصيل، رح بعد النتائج عن بعضهم، قصدي هاد رح رجعه ولد. اوكي، هاي رجعناه هون، وهاد هو اللي المطلوب، وهاد ديليت. خلينا نغير الألوان لتكون الفروقات واضحة، وراح أعملها align to the center. هاد أصل الفايل، يعني تقريبا أنجزنا نص الشغل. هلا قبل ما أعمل أي شي فيه، راح أعمل دوبليكيت للي لونه أصفر، لأنه هو اللي حيكون شامل الديت، التواريخ والأيام والأشهر. بالنسبة لهذا الفايل حيكون الشغل عليه، راح أجي لهون، راح أعمل سكور لاين. أول شي هو خليني أعملهم جروب. أوكي، مع السكور لاين راح أعمله ألاين تو ذا سنتر. هاد هو السكور لاين، خليه فوق. أوكي، هلا هاد السكور لاين ما بدي إياه إكزاكتلي على السنتر، بدي شفت شوي لهون، لهيك راح زيد هون 13.4، خليه 14.4 بهاي الطريقة. هاد خلينا نبعده. بعدين راح جيب سيركل، هالمرة راح أعملها 22 سنتي. خلينا كمان نغير الألوان. أوكي، راح أحطها، يعني أنا السكور حطيتها بس لقيس على فكرة، هيك تقريبا هيك. بعدين راح أختارها، أول شي راح نفك الجروب، بعدين راح أختارها مع أول طبقة and slice، وبرجع بختارها مع تاني طبقة and sorry مش ولد سلايس طبعا،
برجع بختارها مع تاني طبقة and slice. اوكي راح الحقي كل هاي الاجزاء، ما بدي اياها، انا هيك عملت select للكل. وكمان راح الغي الفكور. اوكي طيب، هلا هاي اللي حنكتب فيها التواريخ. خلينا نأسس للبيز بالاول، راح اعمل هاي دوبليكيت وراح اعملها ولد. خلينا نعملها بلون اصفر كمان، وبعدين راح اعمل هاي دوبليكيت وراح اغير اول وحده محل كات راح اعملها بن، والثانيه محل كات كمان راح اعملها بن. راح امسكهم مع البيز مع بعض، align center and attach. ليه عملت هيك؟ هلا هذا البيت اللي حيركب عليه الشغل، إيه انا شو بده يعرفني وين المسارات اكزاكتلي exactly. لهيك قررت اني اعمل المسارات مرسومه بالبن، فهيك هلا التركيب حيكون عندنا اسهل وارتب. هاي البيز، هاي الطبقه الاولى، هلا بنصمم الطبقه الثانيه، او بالاحرى هي مصممه خالصه من هون. راح اعمل دوبليكيت لهذا الجزء، خليني هاي ارجع اعملها جروب وخليها على جنب. هاي الطبقة الثانية حتكون هلا. لو أنا بدي إياها الكالندر معلقة على الحيط، فهاي الطبقة هي جاهزة ما بدها أي تعديل. بينما لو بدي إياها إنه ستاندينج، محل هانجينج، بدي إياها ستاندينج إنه محطوطة على المكتب أو على الطاولة، بنعملها ستاندينج. كيف؟ راح أروح على الريكتانجل هون، راح أعمل ريكتانجل، خليه فرضاً 6.9، والهايت يعني 2 بالزيادة. وراح احطها تقريبا يعني على النص هيك، هاي الطريقة. شوي نفوتها كمان، وراح اعملها قبل ما اعملها ولد راح اعمل دوبليكيت لهون، لانه في ناس بتحبها بس معلقة. وهاي راح اعملها ولد بحال بدنا اياها واقفه ووف. اوكي طيب، هلا هاي خلينا نعملها بيز، يعني بالنهايه على شو هتوقف. حنعملها مثل هيك مستطيل، وفي جواته يعني مخازين جواته لحتى توقف عليها ووف. يعني طبعا تذكركم انا رسمتها من هون 6.9، ما هيك. هلا حروح على الشيب، راح اختار هذا الجزء حلو ملفوف دائريا من على جنب، يعني تقريبا بدي اياها يعني تكون كومباتبل سايز، يعني هيك مرتبه حتكون، وارتفاعها بزياده 5. طيب هلا بالنسبه لجوا بدنا نفتح فيها فتحه، انه هاي توسع هون، هاي كانت 6.9، اذا فرح افتح هون 7. راح اروح على الريكتانجل، راح أعملها 7 سنتي، وبالنسبة لهون راح أخذها بثلاث ارتفاعات، بثلاث يعني بثلاث اختلافات للسايزات، لأنه في مننا حابب يعمل هاي الكالندر على خشب بلسة، في مننا حابب يستخدم مات بورد، في مننا حابب يستخدم شيب بورد، في مننا حابب يستخدم الكارد ستوك. فأنا عملتها على كذا سايز، وشو الملائم لإله لكل واحد هو اللي بيستخدمه. راح أعمله دوبليكيت كنترول سي كنترول في، راح غيرها من ربع لنص، بس طبعا كمان 7 سنتي. نفتح القفل كمان كنترول في، راح غيرها، راح افتح القفل غيرها ل 0.75. اوكي هاي 3 احجام عملتها. طيب راح اعمل دوبليكيت مرة، هاي مرة تانية، هاي لهاي سوري، وهاي لهاي، وهاي لهاي. راح نعمل align center and slice، نفس الشيء align center and slice هون، align center and slice. تمام، وهدول كلهم نمحي. فإذا هاي هي البيز، راح تكون بثلاث أشكال، وانتو حسب الشكل اللي بدكم اياه. هلا
لو شو ما كانت أساسا كثيفة، لو حتى استخدمنا خشب البلسة ما رح يكفي عدد ثلاثة، عدد ثلاثة قصدي بكفي، ما رح يكفي إنه بس حط وحدة، ما حتطلع حلوة كمان. أنا فعليا بعد التجربة قصيت هدول الثلاث أشكال وركبتهم فوق بعضهم، لا بل أنا لما استخدمت الكاردستوك اضطريت عيدهم هدول الثلاثة يمكن حوالي 6 مرات لحتى عملوا معي طبقة سميكة وقدر يوقف الكاردستوك ويعطيني شكل مرتب، بينما لو استخدمنا طبعا خشب البلسة أو المات وورد أو الشيب بورد ما رح نستخدم، إنه ما رح يكون عندنا دوبليكيشن للي يرسب هذا العدد. فإذا هاد هو البيز بحال بدنا إياها واقفة على الطاولة. لهون كل شيء تمام. طبعا أي سؤال يا صبايا، زميلتي مها موجودة خلف الكواليس مستعدة للإجابة على أي سؤال. فإذا خلينا نكمل من هون، قلنا هذا البيز، هاي الطبقة الثانية بحال بدنا إياها معلقة أو هيك بحال بدنا إياها واقفة. هاي هون حنحط التواريخ خليها لآخر شي، وهلا بدنا نشتغل على الأبوف لاير، رح أعملها دوبليكيت كمان، بحب أحتفظ بنسخة احتياطية. هلا قبل ما أعملها ولد وكل شي رح أفتح 3 شبابيك هون لحتى يصيروا الدوائر هون مرئيات، يعني لحتى يبين معي التاريخ. خلينا نكبر. بهاي الطريقة. هلا من الشيبس، في من الشيب الجديدة هاي، بس أنا حابة استخدم الترينجل. هلا بدنا ناخذ احتياطاتنا لشغلة، انه هلا هون الايام وايام ايام الاسبوع ايام الشهر يعني عددهم قليل، بس بينما الارقام 31 رقم، فلهيك ما بدي التراينكل يكون كتير واسع فبالتالي ما يكمل، لا خلص 2 سنتي بزيادة أظن، لأنه قدامنا حوالي 31 رقم بدهم يوسعوا. 2 سنتي قلنا بدها تكون الطبقة اللي هون مفتوحة، أكتر من هيك يعني حنضطر كتير نصغر الأرقام وما حتطلع حلوة، فلهيك أنا حأخده 3 سنتي وامشي عليه من هون لهون تقريبا هيك. رح نعطيه شوية روتيت، وهيك أنا عم بعمل شباك للديز ولأيام أيام الشهر، قصدي لأسماء الأشهر هيك. طيب رح أعمل له دوبليكيت، وهون رح كبره شوي، يعني الطبقة اللي تحت ما بديها اكزاكتلي نفس الشي. هاي الطريقة رح نعمل ولد للتو تراينجلز مع بعض، بعدين رح أعمل لهم سلايس بس من الجزء الأصفر بهاي الشكل، رح أمحي الأجزاء اللي ما بدي إياها، وهيك صار عندي شباك للكالندر. أوكي رح نرجع نعملهم، أو بلا ما نعملهم جروب خلاص، بس أظن يعني من هون لهون لابق هون حسيته، لا رح اعمل اندو كمان اندو للولد، رح احاول احطه اكزاكتلي طيب هلا عملنا له ولد، وراح نرجع بس على اللي لونه اصفر راح اعمل له سلايس، راح امحي الاجزاء يعني هيك ارتب. طيب هلا هيك عملنا له الشباك، راح امسكها كلها واعملها ولد، راح اروح على الكونتور بس بدي اتاكد انه كله تمام، ما في الا عندي هدول، ممتاز. طيب هلا بدي اعملها شوية ديكوريشن، راح اروح من الايميجز، في كلمة هوم سويت هوم، يعني انا اخذت رقمها عشان
ما أطول عليكم بالبحث، نبحث بالرقم، بنحط هاشتاج، لا سوري، الهوم سويت هوم واحدة تانية، 2670 هي هاي. طبعا هلا ديزاين يعني بترجع لكم حسب كل واحد شو بحب يعمل ديزاين، شو بحب يضيف صور. طيب وراح أخذ كمان الصورة الثانية، لو بنعرف هيك عملنا كوبي لل هاي هي. هلا قبل ما اعمل سلايس وكذا بدي اخذ هاي نسخة تانية منها، خليها هون. طيب بالنسبة لهذا الورد بدي اخذ جزء منه تحت وجزء منه لفوق بهذا الشكل، راح اختارهم هيك عند سلايس، راح اخذ هذا الجزء لفوق نصغره شوي، رجعوا بقول يعني هي بترجع أسوأ، كل واحد شو حابب يحط الكالندر تاعيته. وهلا حاختارهم هيك كمان سلايس، اوكي راح امحي الأجزاء هاي، اللي ما بدي اياها وهاد. هلا انا بقدر ارجع اعمل له ولد بالأجزاء اللي محيتها، بس ما راح اعمل هيك لانه وقت عملت له ولد في أجزاء هيك من الكونتور كانت ناقصة، فلهيك حامحيه من أساسه. وراح اخذ هذا اللي حطيته على جنب، راح اعمل له سنت تو باك لتبين الكلام كله، بس هحطه اكزاكتلي مطرح ما كان. المفروض اخذنا الاكس والواي تبع القديم بس ما بيأثر يعني تقريبا واضح. خليني اكبر لاتاكد بهذا الشكل. اوكي طب هلا شو الخطوه؟ انه هاي راح اعملها كتابه بن، ونفس الشيء هاي، نفس الشيء هاي، وراح امسكهم هيك كلهم واعمل لهم اتاش. هاي الطبقة الاولى جاهزة، فاذا هاي خلص ما الها داعي، راح اعملها هايد. فاذا هاي البيز حكينا اللي حتركب عليه كل الطبقات، هاي المسار الثاني اللي حيتلزق فوق هاد بالجلو، يا بنختاره معلق يا بنختاره انه قاعد تحت مع البيز تاعيته. هذا اللي حيتحرك اللي ما حينحط عليه جلو ابدا ولسه عنا شغل فيه، وهي الطبقه الاولى اللي هي الفرونت خليها هون لانه هاي مكانه هون. اوكي يعني حنلزق هاد حتكون البيز، حنحط فوقيه هاد من دون تلزيق، وهاد كمان مع تلزيق. اوكي طيب هلا حنبلش نكتب الديتس. كيف بنكتبهم؟ بهالطريقه دائريه. قبل ما اكتب الديتس راح اخذ من هون دوبليكيت لهي اللاير، وراح اعمل من كونتور بس هدول. مين تكتب لي على الكومنتس ليش عملت هيك؟ اشوف اللي مركزه واللي متابعه معي. طيب هحطها اكزاكتلي مطرح ما قصيتها. شو يا صبايا، ليه أخذت هذا الجزء وحطيته تحت أنا؟ هلا ليه أخذت هذا الجزء وحطيته تحت؟ لحتى لما أكتب الكلام يكون exactly فت على الشباك اللي أنا عمليته، مش حط مثلا كلمة أكبر من الشباك، فلأضمن إنه الكلام اللي أنا حطيته يكون فت، ولما أبرم هيكون في فراغ بين كل كلمة وكلمة، لهيك أنا بحطه هون. لهيك حمسكهم هدول الاثنين وأعملهم جروب. أوكي رح نبلش بأيام الأسبوع، رح نبلش من Sunday. طبعا هون الكلام أنا رح أختاره محل cut writing
بدي اياه، وما راح اغير عن هذا الخط، لانه وقت غيرت وحطيت خطوط تانية بالتوتوريال اللي حيبين معكم على اليوتيوب، الخط اللي كنت مختاريته يعني بمصاري، ويعني اغلبنا مش مشترك، فلهيك قررت انه بس استخدمها. طبعا الرايتنج هو كمان يعني الخط اللي كنت مختاريته اساسا مش عارف قديش كان حقه. الرايتنج كمان هو بمقابل، ما ظنيت في عنا رايتنج فري، بس انه على الاقل اللي عنده اكسس بيقدر يستفيد منه. بغض النظر لو واحد ما عنده اكسس وحابب يعني يكتبه كتابة بيكتبه كتابة، حتى لو كان عنا از اوتلاين ما بيأثر، بيعمل له اوفسيت لجوا كذا طبقة متداخلة وكله مع بعضه قتاش بيطلع مرتب. كل احوال هون بنتذكر انه هون اخذتها 1.5، لهيك هاي ماكسيموم حتكون معي 1، للاحتياط حاخليها 0.9 وراح احطها بهاي الطريقة هون. اوكي بعدين راح لف وراح اكتب Monday، وطبعا كله نفس السايز. هاي طريقة نفس الشيء، راح اكتب Tuesday 0.9 كمان كله نفس الشيء، راح اعملها روتيت لهون. طبعا راح لفها حتى نوصل Wednesday كمان 0.9، المرة راح ريح حالي ولفها كلها. والله هي حصغرها شوي 0.85، لما بدي اياها كمان اكزاكتلي على قده للشباك هيك. هلا Thursday كمان راح احطها 0.85 لانه كبيرة Thursday. يعني وتكون بالنص عشان عند القص ما تنقص أطرافها. ولا ساتردي طبعا أنا هلا حظبطهم ارجع، لأنه بأساسا هن السبعة يعني. أنطول لأني حركتها. أوكي يعني هيك تمام. خلينا نتأكد انه كل شي تمام. كيف بتأكد؟ رح صغرها هيك وامشي فيها، يعني هيها هاي فت الكلمة نفس الشي Monday جوا. طيب Tuesday ممتاز، Wednesday Thursday الكبيرة ممتاز، and Friday في وسع بيناتهم ممتاز. هلا راح اطفي هاي وراح اعمل هيك. قبل ما اعمل هيك خليني اختار
الأيام كلها وأعملها جروب أفضل. بعدين راح أعمله كل جروب وراح أرجع أفتح هاي. أوكي هلا حأشتغل على الجانيوري، يعني هديك أنظم، يعني 12 شهر نقدر ننظمها. خليني أكبر شوي. أوكي راح أكتب جانيوري، حأستخدم كمان 0.9 أو بالأحرى ليكونوا والله كومباتبل مع بعض. خليني بدي أكتبهم كلهم مع بعض. عم حطهم سطر سطر عشان أعمل هلا ungroup to lines. هاي الطريقة. طيب وخليني أعملهم هلا ungroup to lines مثل ما حكينا. راح نبلش بجانيوري هيك، يعني هلا حتكون مقابل لإلها جولاي. مظبوط مقابل لإلها حتكون جولاي هيك. بعدين هناخد المنتصف خلينا بس نعمل هيك جانيوري جولاي. اوكي بعدين حناخد ابريل حنحطها هون بالنص، يعني هيك مقابل لها حتكون اكتوبر طبعا مع روتيت. بعدين هلا صارت اسهل، يعني احط بين كل اثنين اثنين. بعدين مارس اهم شي جوا ما يعني ما تكون على الطرف. اوكي نبرم شو ورانا. ابر المرتين انت كاتبيتها. انا عم بعمل كوبي ولا كيف؟ ابر كتبناها ومارس كتبناها. هاي ميون جون حتكون هون. ننزل مي شوي بعدين راح نختاره كله ونلف. بهاي الطريقة هيك. اوكي طيب هلا خليني شيك حركته. بنعمل اندو. اوكي راح ارجع لهون حلف وشوف كل الاشهر فايتين بالشباك. هاي صغيرة اساسا، ماي كبير ماي. فإذا هيك كله فايت جوا ممتاز. طيب رح نرجع هون
راح أمسك كل أشهر السنة، وكمان راح أعمل لهم جروب واحد، بنضلنا كابسين شيفت على الكيبورد وبننزل لحتى أختارهم كلهم، وراح أعمل جروب، راح أرجع طفي هاي اللاير، راح أعمل جروب تو أول، بعدين راح أرجع أفتحها. وهلا حنيجي للوحدة وثلاثين رقم. هلا بدها تكون fit exactly، يعني مش انه fit exactly، بس انه اللهم يكون منطق المسافة بيناتهم. واهم شيء بالشباك، مش لما اجي احط الشباك يطلع لي رقمين مثلا. حبلش بون، كمان نفس الشيء حيكون يعني 0.9 كله هحطه. لحظة، عندي فكرة والله، بدي أجربها، بدي أعمل هاي كنترول سي كنترول في، راح أعمله 90. وين راح هاي أنتو هاي الشفت مع هون اللاين سنتر، شايفين شو فايدة الجروب؟ ما مشي إلا الواحد. أوكي طيب، كمان راح أعملها كنترول سي كنترول في، راح أخده 45 دقري. ممتاز، هاي كنترول في راح أخده 315. هلا هذا مش ضروري الحكي اللي أنا عم بعمله، بس إنه أنا يعني بدي الأرقام تكون مرتبة بصراحة، اني صف 31 رقم وبدي اياهم يوسعوا ويكون الشباك واضح لكل رقم، فبدي الارقام مرتبة. الارقام الاولانية بما انه 1 ديجيت 1 ديجيت، لهيك راح احصرهم عصر، الباقيين راح ياخذوا راحتهم. يلا منكمل. هلا 2 كمان 0.9، كنترول سي كنترول في عم بعمل عشان ياخذ نفس السايز ومش كل شوي يروح غير. هاي كنترول في دبل كليك 4، يعني بكل شغل الكالندر بس هاي الجزء الثقيل ترى، اما الباقي مثل ما شفتوا كتير سهل. حلو نصمم from zero. هاي دبل كليك، سوري، خليني هلا ريح نظري شوي. كان أهم شيء يكونوا بالنص. أوكي زيرو بوينت ناين كمان.
برجع بقول اني انا عم بعمل كنترول في لحتى ما اضطر كل شوي اغير بالسايز. خلصنا. بنلف اللي ما إله جلد. أساسا أنا شيرت الفايل، موجود على بروفايلي تاع ديزاين سبيس، بيقدر أي شخص ياخده ويستخدمه. الحلو إن حنضل نستخدمها طول أيام طول السنوات يعني. حلو شغلها. يعني هدول السكور لاينز ساعدوني شوي أحلى ما أقعد أتنبأ بالمسافة.
أساسا تقريبا هيك خلصنا. انتو على السريع سايزات الأرقام، لأنه 2 ديجيتس غير عن 1 ديجيت، غير لما يكون الثاني ديجيت 1 أو 2، فلهيك يعني تقريبا مش exactly، بس يعني راح أمحي كل سكور لاينز. خلصنا منه، راح أمسك أصل الفايل، أتحرك شوي من رجعه. أوكي راح أمشي مش على كل الأرقام مثلا، بس على الأرقام الكبيرة، حل لقيتها فتت خلص. أوكي خلص هيك تمام، معناته هدول كلهم صغار، إنه أكيد حيكونوا واسعين. فإذا هيك جاهز. إذا شو بعمل؟ ما راح أعملهم جروب ولا شي، خلص خلصنا. راح امسك هاد كلياته وراح اعمل له اتاش، وطبعا الجراي اللي انا كنت عامليتهم راح انزل وطفيها، طبعا ما بدي اياها. هاي هي وخلص، هاي اتاش، واساسا كله مكتوب بن وجاهز. بنرجعها لهون وبنشيك. تشيك اخير طبعا، راح اعملها سنت تو باك. هاي حتركب اكزاكتلي هيك. اوكي وهاي راح تلف، طبعا نحنا ما حيتلفوا الثلاثة مع بعض، كل واحد راح يلف لحال اكيد، بس انه يعني بدي شيك انه الرقم جوا، الشهر، اليوم، وهكذا انه واسعين جوا. لهيك عملنا الشبابيك لحتى يكون الديزاين مرتب وما اقعد عيده كذا مرة. اوكي فاذا يعني تقريبا هي انا خلصنا. هاي البيز مثل ما حكينا، هاي الطبقة الثانية، الثالثة اللي هي اللي مكتوب عليها الديتس اساسا ما بنلزقها، وهاي الطبقة الأخيرة، وهاي الطبقة الأخيرة هاي بدها تكون بن كتابة من جوا، هاي كات اكيد، هاي بن وكات بس انه من دون تلزيق، وهاي الأخيرة الديزاين اللي انتو بتحبوه، الصور اللي انتو بتحبوها، ممكن تحطوا فاينل، مش بالضرورة تكون قلم، يعني بترجع لكم. طبعا برجع بقول انه اللي عندها بلسة والنايف بليد احسن واحسن، اللي عندها مات بورد منيح، اللي عندها شيب بورد بيمشي الحال. ترى انا قصيتها، قيست وقصيتها على مات بورد بشفرة القص العميق، ما عندي نايف بليد لسه، ورحت على الماتيريالز شفت شو اكتر اشي ممكن تقص شفرة القص العميق، لقيتها اكتر شي، اكتر قوة يعني بتقدر تقصها على المغناطيس. فقلت له انا حاطه مغناطيس، وانا كنت حاطه المات بورد، وقصت وطلعت كتير ممتازه. هلا هفرجيكم كيف فيديو التطبيق. ما حطيت بث مباشر انه كيف عم طبقها، انتم عارفين انه المات بورد او حتى المغناطيس بعيد 6 مرات على كل قص. بس بكل الاحوال كان الديزاين اظن هيك كان واضح. اي سؤال اتركوا لي اياه بالكومنتس، وهلا بدنا نشوف كيف فيديو التطبيق تاعها. سهل جدا. هاي الطبقة الأولى اللي حكينا عنها، اللي هي كانت عبارة عن، لحظة أظن في عندي فيديو أبطأ من هيك. الطبقة الأولى اللي هي كانت عبارة عن، أم صلي على سيدنا محمد، عن الكلام، أنا حطيته أز بن يعني، ما حطيته أز، ما حطيته إنه أز كات. هاي هي الطبقة الثانية، هي اللي قصيتها. طبعا انا عدت الطبقه الثانيه مرتين لحتى يكون المسار اهون، يعني ما يدقر ويكون يتحرك براحته. هدول الثلاثه، هاي الطبقه الثانيه هون حطيت اول طبقه منها اللي هي هاي.
هيك حطيت أول طبقة من الطبقة الثانية، وهون عدتها يعني قصيت الطبقة الثانية مرتين. بعد ما نشفوا برجع بركبها للمرة الثانية، عدتها مرتين الطبقة الثانية. هيك مسار الديتس بضل مرتاح وما راح يدقر، وبالعكس حيكون حركته سريعة وحلوة. نقدر نعملها على الشيبورد أساساً. أنا أول كالندر اللي إجانا عليها حوالي 7000 لايك هي كانت على الشيبورد، بس معمولة من كذا طبقة. يعني لو استخدمنا، قصدي على الكارد ستوك، معمولة مستخدمة على كذا طبقة. يعني تقريبا عدت الكارد ستوك 3 مرات أو 4 طبقات، والإنر عملتهم حوالي 6 طبقات، والبيز اللي تحت عملته كتير كتير لحتى بين معي وصار واسع وضل واقف. يعني كل ما عدنا الكارد ستوك وعملنا طبقات بالنهاية خلص حصلنا على شيء شبيه للشيبورد. بس اللهم بتكرار الخطوات، فالأفضل واحد يشتري من أول شيء سميك وخلص. وهون الأخيرة طبعا مثل ما لاحظتوا الديت ما بنلزقها، بس اللهم بنحطها بنركبها بمسارها فقط، وهيها بتتحرك عندي بكل سهولة وبقدر أغيرها وبستفيد منها طبعا كل السنوات، وحلوة كتير. بتمنى تكونوا انبسطتوا بدرس اليوم وتجربوه. مثل ما خبرتكم اللي ما له خلق على الديزاين يتفضل على بروفايل ديزاين سبيس، والملف متاح للجميع. وأي سؤال اتركوا لي بالكومنت، وإن شاء الله بنشوفكم الدروس اللي جاي. يعطيكم ألف عافية.